بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا وليا الشرف ان انا اتكلم باسم فريق ايديوفيشن اللي ساعد على تنظيم هذا الحدث. وفي الحقيقة الشكر اولا لله ثم لكل فرد في ايديوفيشن ساعد على تنظيم المؤتمر. كل فرد آمن بينا وساعدنا ودعمنا. الشكر طبعا كبير لكل الجهات الحكومية اللي شاركت معانا السنة دي في القمة، وكل العارضين وكل المتحدثين وكل المتطوعين. يمكن تجربة قمة التعليم الإبداعي 2020 النسخة الرقمية كانت تجربة صعبة جدا، إن إحنا نحاول نعمل محاكاة لنفس اللي كان بيحصل في الإيفنتات بشكل أوفلاين، بشكل أنا آسف أونلاين. وقدرنا الحمد لله نساعد على تنفيذ ده بالتعاون مع شركة فايجور انتربرايز اللي ساعدتنا في تنظيم هذا الحدث بالشكل وبالصورة اللائقة اللي حضراتكم شايفينها. ويمكن طبعا الهدف بتاعنا الأساسي في القمة هو التشبيك ومحو أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم ونشر كل ما هو متعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم. كمان ندي فرصة للشركات العاملة في مجال التعليم إن هي تقابل صناع القرار وتقابل أصحاب المدارس وأصحاب الجامعات وأصحاب مراكز التدريب عشان يحصل ما بينهم فرص تبادل. فقدرنا الحمد لله من خلال المنصة نقدر نعمل لهم معرض، نقدر نعمل لهم ورش عمل، نقدر نعمل لهم محاضرات، نعمل لهم كمان منطقة تشبيك. كمان من الحاجات اللي ضايق عشان جالنا إقبال كبير جدا على المنصات التواصل الاجتماعي لمد فترة المعرض عشان خاطر يقدروا يتواصلوا مع الشركات بشكل كبير، فقررت إدارة إديوفيشن إن إحنا نمد المعرض لمدة يومين وينتهي إن شاء الله بعد يومين من النهاردة. والحقيقة يمكن المحتوى السنة دي كان مختلف شوية، وطبعا أزمة كورونا ساعدتنا إن إحنا نتكلم عن كل ما هو متعلق بالتعليم بعد تأثير كورونا. فده ساعدنا الحمد لله ان يبقى معانا تجارب من دول مختلفة، شاركت معانا تجارب من السعودية، من الامارات، من الاردن، من اسبانيا، من لندن. كل دول كان هدفهم ان احنا نحاول ننشر الفكر ده. فانا بشكر كل فرد وكل شخص ساعد في نجاح المؤتمر ده، بشكر فريق اللي انا بتصدر المشهد وبتكلم باسمهم، لكن هم تعبوا فعلا عشان خاطر الحدث ده يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بنتمنى ليكم استفادة تكون مفيدة لحضراتكم، بنتمنى تقبل أي عطل فني، ده وارد جدا بسبب أكيد الظروف التقنية اللي بنمر بيها الفترة دي. وبشكر كل الحضور على تواجدهم، وبتمنى إن شاء الله تتابعونا الفترة اللي جاية في أنشطة كتير جدا هنعلن عنها، وإن شاء الله كمان انتظرونا في Education Summit 2021. شكرا لحضراتكم وشكرا على وقتكم، وتابعونا وكل التفاصيل وكل المحاضرات اللي حصلت، في بعض منها اللي هيبقى متاح إن شاء الله للنشر وفي منها اللي مش هيبقى متاح نظرا لطلب بعض المتحدثين. الحاجات دي كلها هيتعمل ليها مونتاج ونشوف أنسب حاجة اللي تبقى تليق بينا وتليق بحضراتكم وبرضه هنتم بثها. كل المشاركين بنشكرهم على وقتهم، أتمنى إن حضراتكم يكون مؤتمر مفيد وناجح لحضراتكم. شكرا لحضراتكم وشكرا على وقتكم وشكرا لكل من ساهم على ايديوفيشن يبقى موجود بالشكل الجميل ده. شكرا. انا حاليا هسيب المايك لزميلتي ريم عشان خاطر تنهي المؤتمر. بشكركم جدا على وجودكم، بشكركم على حضوركم للمؤتمر، بشكر كل المتحدثين اللي كانوا موجودين معانا، بشكر كل الشركاء وطبعا فريق إديوفيشن وطبعا استاذ محمد رضا مؤسس إديوفيشن على الفكره وعلى المؤتمر وعلى انه اخذ المخاطره انه يعمل المؤتمر اونلاين. شكرا ان انتم نورتوا مؤتمر إديوفيشن سامت 2020. اشوفكم السنه الجايه ان شاء الله نكون لايف مش اونلاين، من غير كمامات، من غير كحول، من غير اي حاجه. أشوفكم السنة الجاية في محتوى أقوى ومن غير كورونا، ولكن في تقدم دايما مستمر. شكرا جدا. بالنسبة للينك المحاضرات زي ما أستاذ محمد رضا وضح إنه هيكون في محاضرات متاحة وحاجات تانية مش هتبقى متاحة، وده بناء على طلب المتحدثين. شكرا مرة أخيرة، وأتمنى تكونوا استفدتوا من المؤتمر، ويا ريت تسيبوا لنا تعليقاتكم واستفدتوا إيه على فيسبوك وعلى يوتيوب. شكرا جزيلا وباي باي. في فيديو هيشتغل حالا فاستنوا الفيديو ده، ولكن بالنسبة لي انا خلاص كده
خلصت كل اللي عايزة أقوله، وأشوفكم السنة الجاية. مع التطور التكنولوجي اللي بيشهده العالم في السنين الأخيرة، اتغير مفهوم التعليم وكمان اتغيرت الأساليب التعليمية القديمة زي الاعتماد على الحفظ والتسميع، وبقينا نسمع عن مصطلحات ومفاهيم وأدوات جديدة في مجال التعليم اللي بقت وسيلة بتساعدنا على توصيل المعلومة بطرق مختلفة. ومن هنا بدأ يتغير شكل التعليم للأحسن، وبقينا نتعلم بطرق مختلفة ومتعددة وفعالة. عشان كده اتجه كتير من الشركات ورواد الأعمال لصناعة من أهم الصناعات الموجودة حاليا، وهي تكنولوجيا التعليم. وتنوعت الخدمات التعليمية اللي بتقدمها الشركات في مجال التعليم، سواء الشركات العالمية الكبيرة أو الشركات المحلية أو الناشئة. وإحنا في إديوكيشن بدأنا مشروعنا في مجال تكنولوجيا التعليم من أكتر من 5 سنين، وقدرنا نحقق نجاحات كبيرة ونأدي دورنا في مساعدة الشركات العاملة في مجال التعليم في إنها توصل للفئة المستفيدة من الجمهور، وقدرنا نساعد في عملية التحول الرقمي في مجال التعليم من خلال إطلاق العديد من المبادرات المختلفة مع أكبر الشركات العالمية والوزارات المختلفة. Eduvision.